جوال على سكان كوبنهاغن في حزيران يونيو سنة 1944. رد العمال في حوض السفن في بورمايستر ووين بخطة ذكية جدا لكن خطرة. كنا قد أملنا بالتخلص من حظر التجوال، أردنا أن نحظى بحريتنا، لم نشأ أن يسجنونا ليلا. عند 12 ظهرا ذهبنا إلى البوابة وبدأنا نركلها، قلنا إننا نريد العودة إلى المنازل لنروي حدائقنا. عاد 1200 عامل في حوض السفن باكرا إلى منازلهم وأصروا على أنه ليس إضرابا، كان عليهم ري حدائقهم عصرا لأن حظر التجوال منعهم من ريها في المساء. وانتشرت حركة العودة باكرا إلى المنزل بسرعة. غادر آلاف العمال في مصانع أخرى وظائفهم أيضا، لكن قليلين منهم ذهبوا إلى حدائقهم. كانوا يتجمعون في الشوارع ويتظاهرون ويضرمون النيران ويسخرون من الدوريات الألمانية. قتل 6 دنماركيين في اليوم الأول. كانت هناك متاريس في الشوارع وقد اندلعت النيران في كل شيء هناك. توقفت الأعمال، لم يشأ أحد الذهاب إلى عمله. كل هذا خلق شعورا عند السكان بأن على الدنماركيين الآن مقاتلة الألمان. لعل ذلك كان التأثير الأكبر للإضراب العام. كان الحاكم النازي ورنر باست يضيق الخناق يوما بعد يوم. أمر الجنود بإطلاق النار على التجمعات من 5 أشخاص أو أكثر، ثم قطع الكهرباء والغاز والمياه. رد الدنماركيون بالطهو على النيران وجلب المياه من بحيرة قريبة. حاول باست محاصرة المدينة ليقطع اتصالها بالعالم الخارجي. تبع السكان تعليمات قادة المقاومة، لا توقف الإضراب حتى ينتهي حظر التجوال ويتوقف إطلاق النار. هذا ما قاله مجلس الحرية. كنت أحترم مجلس الحرية وأتبع تعليماته. كان الإطار الشرعي للبلاد. كان يقول بوضوح الإضراب حتى 12 من ظهر غد فيستجيب الجميع. وفي اليوم التالي وعند 12 بالضبط عاد كل شيء وبدأ من جديد. كان الألمان يحترمون هذه المسألة. كان باست يرغب بشدة بأن يعاود الإنتاج، لكن خياراته العسكرية كانت محدودة مع إخراج جنوده من الدنمارك للقتال في الحرب الخاسرة. كان يعرف أكثر من أي شيء أن العمال الدنماركيين أفضل أحياء منهم أمواتا. في اليوم التاسع أذعن باست، وعد بوضع حد لحظر التجوال وبسحب جنوده إن عاد المضربون إلى العمل. أطلق مجلس الحرية نشرة نصر وضعت حداً للإضراب العمالي، مثبتاً بذلك أن الإضراب هو السلاح الأكثر فاعلية. عن غير قصد كان الدنماركيون قد اعتمدوا تكتيك غاندي المفضل، لقد حجبوا إذعانهم بكل بساطة. أدرك المجلس قوة لا تعاون ونقل تشديده من تشجيع أعمال التخريب إلى تنسيق الإضرابات. في الشهر التالي نادوا لسلسلة من الإضرابات الرمزية ومدتها دقيقتان. وعانت الدنمارك شتاء قاسيا أخيرا مع النقص في الوقود والمياه والطعام. وحل الربيع. كما كان طبيعيا في تلك الأيام، اجتمعنا حول أجهزة الراديو لنستمع إلى رسالة البي بي سي، وفجأة توقف البث وسمعنا رسالة رائعة بأن الألمان كانوا قد استسلموا.
استنتج أحد المؤرخين الدنماركيين ما يلي: لم تربح الدنمارك الحرب، لكنها أيضاً لم تنهزم ولم تدمر. لم يكن معظم الدنماركيين قد تعرضوا للعنف، لا على يد الألمان ولا بعضهم على يد بعض. أنقذت المقاومة اللاعنفية البلاد وساهمت بانتصار الحلفاء أكثر مما كان باستطاعة الجنود الدنماركيين فعله. كان شعوراً ملموساً، مزيجاً من الفرح والارتعاش، كان شعوراً غريباً. اغرورقت عيوننا بالدموع، وأتذكر بوضوح أنني قلت تلقائياً: لقد نجونا. لعل تلك كانت أولى كلماتي. لقد نجونا فعلاً. في ربيع 1983 كان الجنرال أوغوستو بينوشي قد حكم تشيلي بسلطة مطلقة قرابة 10 سنوات. كنا بحاجة إلى شخص يتجرأ ليقول للديكتاتور إنه كذلك، وليقول إن الديكتاتورية كانت ديكتاتورية، وليواجهها في معقلها الخاص، ليس بالسلاح، بل أن يتجرأ ليقول لهم إن ما كان موجوداً في تشيلي كان خطأً ولا بد من تغييره. استلم بينوشي مقاليد الحكم سنة 73 إثر انقلاب تسبب بوفاة الرئيس الاشتراكي المنتخب سلفادور أييندي. خلال الأشهر الأولى من النظام العسكري وصل عدد الذين زجوا في السجون إلى أكثر من 40,000، وقد قتل أو أعدم أو أخفي أكثر من 3,000 شخص. أزال بينوشي بلا رحمة كل تحد لسلطته، وقد زرع بذلك الخوف في كل ناحية من الحياة التشيلية. كان شعور واضح بالاضطهاد يلازم الجميع. كان الكل قد اختبروا نوعاً من القمع في عائلاتهم، ولذا كانوا حذرين جداً. كنت أذهب برفقة زوجي إلى لقاء اجتماعي ولم يكن يعرفني بأحد. سألته عن الأمر فأجاب: لا نفعل هذا الآن، إنه خطير جدا، يجب ألا تعرفي أسماء الأشخاص. الخوف والرعب، إن كان الناس خائفين فبالإمكان السيطرة عليهم. وإن ترك بينوتشي شيئاً للتاريخ فهو صفته بأنه رجل الرعب. إعدامات، إخفاء أشخاص، وزج في السجون لإبقاء الديكتاتورية مسيطرة طيلة 10 سنوات. سنة 1983 زادت الأزمة الاقتصادية الحادة نسبة البطالة إلى 30%. شعر تشيليون بأنه ما عاد لديهم ما يخسرونه. بدأوا يفكرون للمرة الأولى بمعارضة النظام. ظهرت أولى ملامح المعارضة في قلب الاقتصاد التشيلي، في مناجم النحاس في جبال الأنديز. كان عمال المناجم يحصلون على أفضل أجور بين عمال تشيلي في صناعة التصدير الأكبر والأوفر أرباحاً في البلاد. كان قائدهم رودولفو سيجال في 29 من العمر أجيراً في أكبر منجم للنحاس في تشيلي، وكان قد انتخب رئيساً لمؤتمر العمل الوطني. أراد سيجال أن يتخذ أتباعه الخطوة الأولى، إضراب على مستوى الأمة.
كانت 10 سنوات قد مرت ولم يخرج أحد إلى الشارع. كان يجب أن نرى ما ستكون ردة فعل البلاد وأن نرى إن كانوا يتجرؤون على فعل ذلك. كان هدفنا يقضي بفتح أعين الناس وبتشجيعهم. قبل أسبوع من بدء الإضراب حاصر جنود بينوشي مناجم النحاس. كان سيغال يعرف أن الدماء ستهرق إن استمر الإضراب، فغيروا خططهم. بدلاً من الإضراب أعلنوا يوم احتجاج وطني. كان